سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم نوريكم هاد البروشات هادو كيش كيلصقو، لان بزاف ديال البنات كيلصقوهم غلط ومع اللباس عيطيرو. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي غنلصق هاد البروش. هذا البروش انا شريته 10 دراهم كيف ما كتشوفوه، راهو اغلبيه عند موالين اللي كيبيعوا الجوهر والخيط. كنشبروا الموطع اللي خصنا نعملو فيه البروش بحال هيدا، ونجيو الحاشيه ديالو ها هي، ونحاولوا كيف ما كتشوفوها هو فيه هاد التقيبات هادو. هنحاولوا نمشيو مع الحاشيه وندخلوا الخيط في هاد التقيبات وندوروها كامله. هايدا عاتاني نجي لهاد الجهه هادي، عاتاني نشوف ها هي هاد التقيبه هادي، نحاول ندخل فيها الخيط حتى ندورها كامله باش كيشبرنا. اما الا عملنا هير تنبيله هير في الوسط، الخيط اللي برا دخلنا هير في الوسط، راه مع اللبس كيزول. هاد الطريقه هادي يعني تخليه ما كيزولش مره. باش ندوروها في الجنابات ديالها كاملين ونتاكدوا بان كندخلوا الخيط في ديك التقيبه، ماشي ندخلوا الخيط غير عادي. دابا كيف ما شفتوا ها هي شبره الغرزه الاخرانيه، حاول ندخل من وسط هاد التقيبات هادو باش يشبر لي حتى الوسط. واخا هي صعيبه يعني هتدخل برا وتبقى تشوف فين عتقدر تخرج، بحال هيدا كيف ما كتشوفوا ها هي. غنحاول ندخلها هنايا ها انا فيكسيت حتى الوسط، وها هي شابره وما نخافش عندك الدر مع اللبس. دابا غنوريكم هادي كيفاش علصق حتى هي. دابا جينا لهادي، هادي كتباع من 6 دراهم الى حتى 8 دراهم، فيها الالوان ماشي الالوان كاملين مع الاسف، كاينه فيها بحال هاد البونجه هادي قاسحه شويه. نحاول كاين الناس اللي كيشبروها من تحت وكيعملوا لها غير التنبيله، لا مع هاد البونجه هادي مع اللبس عتقدر تفتح وهادي عطر دغيا. غنعملوها الطريقه هادي باش ان شاء الله ما تزلشي. غنشوفوا فين غنعملوها. غندخلوا الخيط من داخل، ها هو ندخلوا الخيط، غنعليو هكذا هاد البونجه هادي، غنحاولوا ندخلو ليبرا هنايا كيف ما كتشوفوا ها هي. كيف ما كتعرفوا هي قاسحه شويه، يعني خصك تخدم شويه عليك باش ما تهرجش ليبرا الا كانت ليبرا ديال العقيق. عاوتاني غنجي نبعد واحد شويه غير شويه ماشي بزاف، عاوتاني غنعمل نفس الطريقه ندخل ليبرا هايدا هايا. عاوتاني غنجي من هنا حتى ندورها كامله، جيت من هاد الجهة هادي كيف ما قلت لكم راه هي بونجة قاسحة. ها هي شبرناها من جميع الجوانب،
باش ما ترشي وتبقى لاصقه مزيان. هاد الطريقه هذه الوحيده اللي عتساعدكم في هاد الورادي هادو اللي كنقولوا لهم حنايا تخوادي، سواء هاد الورده هادي او هاد الورده هادي، دائما حاولوا ندوروها من الجناب باش تبقى شبره مزيان. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ومع درس اخر ان شاء الله، وشكرا.